إن كنت أعتقد حضرتك أن هذا الكلام مطلق فقد سقط مذهبك، وإن كنت تعتقد أنه مشكوك فيه فأرجو حين تتأكد أهدي إلي كتابك. ثلاثة أشياء فقط تكفيه من الدنيا: جلباب وطبق فول ورغيف، منصبه على درجة رئيس وزراء، لكنه لم يتقاضى مليماً من وظيفته. هيبة التواضع تجبر زعماء العالم على الانحناء أمامه. الدكتور أحمد الطيب، الإمام الخمسون للأزهر الشريف، في أحضان جبال القرن الصلبة غرب الأقصر، ولد الطيب عام 1946 لعائلة مشهورة بالعلم والصلاح والكرم، ينتهي نسبها للإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما. تحت سماء شديدة الزرقة تسبح فيها الطائرات، تمنى الطفل الصعيدي أن يصبح طياراً يرحل بالمسافرين إلى بلاد بعيدة، لكن إله السماء أراد له شيئاً آخر: أن يكون إمام أهل السنة في الأرض، يحمل على عاتقه مهمة الدفاع عن الإسلام ضد خصومه. الصبي المختار تربى في ساحة جده المفتوحة للفقراء، حفظ القرآن صغيراً والتحق بالمعهد الديني في إسنا، منحته قنا الثانوية الأزهرية، واستقبلته القاهرة في كلية أصول الدين، ولم يغادرها إلا بعد حصوله على الدكتوراه في العقيدة والفلسفة. ستة أشهر قضاها في باريس كباحث بجامعة السوربون، استضافته عائلة فرنسية وفتنها بمعاملته وحسن أخلاقه، فلحقت به في مصر لتعلن إسلامها. تقلد عمادة عدد من الكليات في الأزهر وجامعات دولية، وفي عام 2002 جلس على مقعد مفتي الديار المصرية، وفي العام التالي أصبح رئيساً لجامعة الأزهر، وفي 19 مارس عام 2010 تقلد الدكتور أحمد الطيب أرفع منصب في العالم الإسلامي: الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف. وبمجرد أن تولى المسؤولية تنازل عن راتبه مكتفياً بمعاشه من جامعة الأزهر. يجوب الطيب العالم، يدعو للمؤاخاة والسلام والمحبة في مشارق الأرض ومغاربها. ترأس العديد من جولات الحوار بين الشرق والغرب، ويفتح مكتبه لاستقبال قادة وزعماء العالم، يعقد مؤتمرات عالمية كبرى حظيت بحضور دولي رفيع من نخب دينية وفكرية وسياسية وثقافية من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا دولية ووضع حلول لها. قاد فضيلته التقارب الإنساني بين الأديان بالتعاون مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، ووقع معاً وثيقة الأخوة الإنسانية الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان، وأهم وثائق تاريخ العالم الحديث، وسع من حجم التواجد العالمي للمنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف، محافظاً على وسطية الإسلام التي يحاول المتطرفون أن ينالوا منها. على مدار الساعة يتابع شيخ الأزهر أحوال المسلمين حول العالم، يدعم المستضعفين منهم ويستنكر الممارسات العنصرية ضدهم، ويأمر بتسيير قوافل طبية وإغاثية دولية ومحلية. ثلاث صفات
يبغضها الإمام: الكذب والصوت العالي والنفاق. يتحدث بهدوء ويقنع خصومه بقوة الحجة ورجاحة العقل، عنيد في معاركه الفكرية، لا يقبل المساومة على الحق. وفي ساحة الطيب يقضي الإمام إجازته بالقرنة، يكرم ضيوفه القادمين إليه من جميع أنحاء العالم، يوزع الطعام على الفقراء حول الموائد المستديمة، يستريح داخل جلبابه الصعيدي وعمامته المزهرة، يقضي بين المتخاصمين في محكمة الضمير. وجبته المفضلة طبق الويك الصعيدي. يختم يومه كل مساء بقراءة سورة الدخان: بارك الله لنا في شيخنا وإمامنا.